نحن فريق في لبنان، فريق مؤلف من 7 أشخاص اجتمعنا حول مهمة تحقيق السفن سامتس يلي هي أعلى كل قمة بالقارات 7. هدفنا الأساسي هو تسليط الضوء على دور وأهمية الصليب الأحمر اللبناني بمجتمعنا، بنفس الوقت to inspire the youth of our country ونبرهنهم أنه الماونتينيرينج شغلة منها صعبة لللبنانية وهن كمان بيقدروا يحققوها. هالمشروع بيندرج تحت المسؤولية الاجتماعية لجامعة الروح القدس الكاثوليك يلي كانت الداعم الأساسي لمشروعنا. وهلا صرنا محققين 4 سامتس: أكونكاغوا بجنوب أمريكا، ألبروس بروسيا، كارستنز بأوسيانيا، كليمانجارو بأفريقيا. Our next step رح نتسلق دينالي بقارة أمريكا الشمالية، فينسنت بقارة أنتاركتيكا، من بعدها رح نطلع على إيفرست أعلى جبل بالعالم. وهيك بفضلكم وبفضل دعمكم بكون عم نحقق كل أهدافنا. Thank you.